كل من راح ويا مريته غب القمر وثريته، كل من راح ويا مريته وانا المقابل غمي، وانا المقابل غمي بلشي ينطيني بنيته، بلشي ينطيني بنيته. تعال انا وياك اذا نتفق هسه نقول خلينا نجي نسوي فد سيناريو نكتب انا وياك، راح نبالغ انا وياك وراح نكتب انه شباب راح يموتون على مود وطنهم، بس احنا بالفعل شفنا شباب كانوا بدا يتعاركون حتى منو الاول يموت. انا وياك راح نقول انه اكو بنيه، واحنا نعرف انه البنات يعني مكانهم البيت او يعني انه مو مكانهم هذا الحرب والشارع. أنا كذا بالغنا راح نكتب بالسيناريو إنه هاي البنية راح تركض قدام قنبلة دخانية، بس هم بالحقيقة كانوا يركضون حتى قدام الرصاص الحي. بعد جولتنا تلك صادفنا بابا نويل متجولا في الساحة مع كيسه المثير للفضول. الأمنيات مالتنا يعني معروفة، تحقيق المطالب، وإحنا جايين بسلمية يعني ما عندنا أي شيء، هنا تحقيق المطالب، نريد وطن. هنا ناس ما متعينة، صار لهم هواية يعني 3 سنين متخرجين وأربع سنوات فما عندهم تعيين، فهنا موجودين تلقاهم موجودين، ناس ما عندها بيوت. شنو الكيس اللي جايبه اليوم هدايا؟ هنا جايبين لهم آلة أقنعة وكمامات تقدر تشوفها. جايب وياي كمامات وأقنعة لهم. حجية راح تدور السنة وراح تنتهي هاي السنة وراح تظلون موجودين هنا؟ نظل موجودين منا لما كلش ولا يظل واحد هنا. احنا هنا نسيح. أمنياتك لهالسنة الجديدة هاي وأنت أم الموجودين، أم الشباب اللي موجودة هنا. إي والله إحنا أنا وياهم أتمنى أكون الله يفك منا هاي الشدة. مشينا مغادرين أرض الساحة القائمة على الأمنيات بين الأمهات المعتصمات والشباب الصامدين على عتبة الانتظار، وكلنا أمل بأن يكون عامهم المقبل أفضل على الأقل لأجل من فقدوه على أرض الساحة.